هذه في حالات الإغماء لا قدر الله لمرضى السكر. هذه بودرة. هذه البودرة تفك. هذا السائل. تفك الإبرة. هنا. تفرق السائل. أفرغ السائل اللي موجود في أصلاً في الإبرة داخل البودرة. ثم ترج. تأكد إنه خلاص. ثم أسحب. تسحب. تفرغ الهواء بس. تفرغ الهواء أولا، لازم لتفريغ تأكد من تفريغ الهواء. تمام. توضع نفس وضع الإبرة العادية. نفس الإبرة السكر العادية. خلف اليد. خلف اليد. العاضد أو الفخذ. أو البطن. أو البطن. بس. والله يشفي جميع المسلمين.